على وقع استمرار التصعيد العسكري على طول الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، وصل الموفد الأمريكي أموس هوكستن إلى بيروت حاملا معه رسالة محددة. نحن بحاجة إلى إيجاد حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى دياره في جنوب لبنان والعودة إلى حياته الطبيعية، حيث أن شعب إسرائيل بحاجة أيضا إلى أن يعود إلى دياره في الشمال ليتمكن من العيش بأمان. هوكستن الذي التقى المسؤولين اللبنانيين السياسيين والقادة العسكريين وأبرزهم قائد الجيش، أبلغ الجميع بضرورة تطبيق بنود القرار 1701 وأهمية الدور المناط للجيش اللبناني على طول الخط الممتد من الخط الأزرق حتى جنوب الليطار. الموفد الأمريكي أيضا التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعقد الرجلان خلوة تناول فيها الطرفان حسب المصادر المتابعة أهمية ما يحصل وخطورة ما يحصل على الجبهة الجنوبية والتهديدات التي تلقاها لبنان من أكثر من موفد أوروبي وأممي، تهديدات إسرائيلية بتحويل لبنان إلى غزة ثانية. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.